أبو عبد الله، دعنا نلقي نظرة على تلك الصورة التي لدينا من هذه المباراة والتي جمعت بين كل من المنتخب الاسكتلندي ومنتخب الكيان الصهيوني في إطار المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم في القارة الأوروبية. الجماهير الاسكتلندية رفعت بشكل واضح أمام حضراتكم علم فلسطين وطالبت السلطات واتحاد الكرة في اسكتلندا بعدم اللعب ضد إسرائيل مرة أخرى، ولكن الحمد لله المنتخب الاسكتلندي في هذه المباراة حقق المطلوب وتفوق على منتخب الكيان الصهيوني بثلاثة أهداف لهدفين. الهدف الثالث أتى في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء في الوقت بدل الضائع ليمنح الاسكتلنديين ثلاث نقاط غالية للغاية، أصبحوا هم في المركز الثاني برصيد 14 بونت في مقابل الكيان الصهيوني أصبح في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، ويحتل تلك المجموعة المنتخب الدنماركي برصيد 18 نقطة. الحمد لله الأمال تتعزز بالنسبة للمنتخب الإسكتلندي مع الدنماركي في الصعود لكأس العالم، وبإذن الله الكيان الصهيوني إن شاء الرحمن لن يصعد بعد هذه الهزيمة، لأنه بيواجه الآن صعوبة لأنه الفرق ما بينه وما بين منتخب الإسكتلندي أصبح 4 نقاط. إذن دكتور عبد العزيز، ما هي الكلمات التي تود أن ترسلها للشعب الإسكتلندي على هذا الموقف المشرف؟ أقول نيابة، يسمحوا لي إخواننا في فلسطين وأشقائنا في فلسطين، لأني أنا أعتبر نفسي جزء من الأمة الإسلامية والعربية، نيابة على المناضلين في الثغور الفلسطينية وفي كل مكان في العالم وكل أحرار العالم، شكرا لهذا الشعب الوفي، شكرا لموقفكم، ونتمنى موقف مشابه من كل شعوب العالم، من الشعب الأمريكي، من الشعب البريطاني اللي ناصر القضية الفلسطينية. نتمنى مزيد من المواقف الجميلة من الأشقاء في الإنسانية في كل مكان، أن ينصفوا الشعب الفلسطيني ويكونوا مع القضية الفلسطينية من باب يعني الحس والضمير الإنساني اللي يتمتع في الشعب الاسكتلندي. شكرا لهذا الشعب الوفي.